بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أراد أن يقول أنت طارق ثلاثا وتمام أوه سيب سيب نخو تراغ ده فماتت قبل تمام طارق إيش طارق إخلاص نكرد وقلت أنت طارق مرد إيه لم يقع تراقينا كوي تراقينا كوي شنش تراق هنجي ده كوي أقشن شنوي بي أو لناوان ده كلمة كي مرد معلوم تراقينا كوي فماتت مرد أو ارتدت يعني كفري كرد أو أسلمت يعني في وقت كافر بجنك أبو إسلام قبل الوطء أو أمسك شخص فاهو يعني راس دو يانجر قبل تمام طالق طالق إشتان تاو نبو أو معه يعني دقربي بو فرقينيا لم يقع تراقينا كوي دبي دبي وشي طالق كتاو دبي أو زنديبي بسرمانيش بي أوها لم يقع له لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه أو قبل تمامه إلا دقا متنا كير رقدا كوي كقوتي قبل تمام طالق دقا معه وكير رقنا كوي وظاهر أن إمساكه اختيارا قبل النطق بقاف طالق كذلك أتالا دقا قلت الدويان قرد أدي أقا بخو أو هاي لأخو كرد فرقيني أو يشهروا أو ما تدمثلا بعده فاشي قافي تعليق جبي بلان قبل قوله ثلاثا هيش تان سلاسني نقود وهر أنت تعليقني قود أو معه يان يان سلاسنا كشتاو أو زغ أننا قبل قوله ثلاثا يان دقا سلاسني قوتو مرت يان بيشي سلاسني وبلان تعليقك خلاص بو هو فثلاث يقعن عليه سبس تراقي دكوي سبس لو لقصده لهن حين تلفظه بأنت طالق سنش لأنت طالقني لدري دابو بري سبس أنت طالق كش خلاص كرد إيه كبر دخل نخو أنت طالق لدري شي سبس بي سبس ناكوي إيه وش لدري سبس بو وقصدهن حين إذن موقع لهن هربا قصدك كيدا كوي وإن لم يتلفظ به نباب زمان وجنري أنت طالقنا كي تواوغوتيا سيغي تلاقتنا إلا دريشي سيبسيا مادم سيبسيكت وبه يعلم مادم أما لو قصر وما زاني سورة كأويا أنه نوى الثلاثة عند التلفظ بأنت طالق لا أنت طالقني را مقصدي سلاسا بها وإنما قصد تحقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث لو يبو لبلاش سلاسا بريتوا فإن لم ينويهن عند أنت طالق أدي لكن أنت طالق إما بس سبس نبو هر دقا تراقي دابو دقا يكشي دابو وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند التلفظ بلفظهن قلت وانشي طالق كخلاص بو قلت أوزا هنجي سلاسني دريم أوزا سلاسني لن يدا دريم هنجي وقعد واحدة فقط ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا نلقر أنتيكي نلقى طالقي بتني نلقى سلاسني بتني بل نلقى حرس كلمان قلت يا من مقصد مسيب سيبو بو مزموعي هموي اي جنكش للاوان دي دامر فيش سلاسني قال الأزرعي كالحسباني فهذا محل الأوزه أوج ديسان أوز هاني تداه داخوا سيب سيدكوي يان هم يقدكوي والأوزة والأقوى أقوى أو هاي وقوع واحدة درم يكتراقي دكوي لو لأن الثلاثة والحالة هذه أدي أو نيقو دقر حموم دايا إي حمو كشي نقوت يا إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم مجموع اللفظ كشي نقوت يا أدي هل زيادة لقميلات دبي وقيل يقع واحدة قيل شدي دري أقر مقصدي سيبسيج بي ما دام سلاسني نقوت إلا يكتراقي دكوي لوقوع ثلاثا بعد موتها كلمة سلاسني باش مردني قوتيا أو دور رأي وقيل لا شيء قيل در هر تراقنا كوي لو إذ الكلام الواحد لا يتبع الله هم يقصيا لنا وان دي دامر دو قصي خوي تواونا كدو تراقنا كد وخرج بقولنا أرادا قلت من ولو أراد أن يقول أنت طارق ثلاثا ما لو قاله عازما على الاقتصار عليه هلا أولي را عزمي إلا أنت طالق بو نهائيا فكري سلاسني نبو
ثم قال ثلاثا بعد موتها. لدواجنك مرت قوتي داي ما دام مرت ثلاثا بس بسيبي أو السنية فواحدة إلا يقدكوي. أنت طالق ثلاثا بزاني ثلاثا إعرابي سيا ثلاثا قيل ثلاثا تمييز. أنت مبتدا طالق خبرا لنسبة طالق ولي أنت إبهامك هي أو ثلاثا الرفع أو إبهامك كديا وجي طاب زيد النفسني وجي رتل زيتني منواني سمنا عشرون درهما أمويت رفع إبهامي لازم لي اسمية كديا إيه صعيبي هيا. ورده الإمام إمام الحرمين دري أو نابي نابي بأنه زهل بالعربية أو يقولتي تمييز عربي نزانية وإنما هو صفة لمصدر محذوف أو ثلاثا صفة لمفعول مطلقة حذف كراي أي طلاقا ثلاثا أنت طالق طلاقا ثلاثا كضربت زيدا شديدا ضربت زيدا معنى ضربا شديدا زو إمام أوهين يقول أعمل تمييزك وش يقولتو أن تمييزا صعيبي هبو إمام لو أو هزوم قوري دكا دري حرد زهلة بالعربية دري ابن حزر دري وفي الرد بذلك مبالغة إمام مبالغة كردي إكزار جوهاني يبرم حرد عربي حنزاني بل هو صحيح عربية مزالي تداهي صحيح أو عربيشة لغية إذ فيه تفسير للإبهام في الجملة قبله أدي إبهامك للجملة كيف يشانها وشرت له زيتان يا عيني ثم رأيتهم سرعوا به لدباع علماء مديد هل بصراحة ينقوتيا كما يأتي في شرعي فلو قالهن لغيرها لوين درج لود بحزدكم نعم نعم ألحق أن الثاني أظهروا أو صفة بلو مفعولة مطلقة أو أشكراتنا والفرق بين هذا وأمثاله واضح فرق لبيني ولويني ضربا شديدا واضحة مما تقرر لو يكدم يديني ما قلت ضربت ضربا شديدا سلو الرفع إبهامي النية بلما أنت طالق من ثلاثا لو الرفع إبهامي تميزة درست ببت التميز درست هران دقا وإن قال أو زاري قوتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق سيزار لسري قوي قوت أو إيش زور دا قومي زور دا قومي أقد كابرة داري أنت طالق أنت طالق أنت طالق إيه اي سوري درن برداي 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 سيزار عرب دري طالق 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 سيزار ودري اي مثلا كدري وتخلل فصل بين تشيبيتسو انت طالق بين تشيبيتسو قسان كرد او زدي سانغوتي او انت طالق بين تشيبيتسو قسان كرد قلتي انت طالق وسيزار زدا زدا اگر او هابي فثلاث او السبس التراقي لكوي والا يتخلل أدي أقر فصل نبو لدو يقدي قوتي فإن قصد تأكيدا أقر مقصدي أو هابي دو مسيم تأكيد إيه أول ابن فواحدة أو يقدكوي أو استئنافا أقر مقصدي شبه استئناف بي فثلاث سيبا سيدكوي أو أندي إشكا أو زلي برسا لدو يكد وقو ديان بيني هبو أقر بيني هبي سيبا سيدكوي لدو يكد قود مقصد هر دوباره اوي اولي بو بكوي تو حق سي زارام بو وش در در كي بودا در كي بودا در كي بودا هذا غي كشي داي زار بودا دري اگر مقصد يا وهابي يك تراقي دكوي اگر مقصد شي في استئناف بي ولا بر زار دو مو گو تو بي شي دي بكوي زار سيم گو دو بي شي دي بكوي او حج سي دكوي ولو قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت يكي هم زار گو تو مبتدا وخبر أو أنت طالق 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 أو خبري متعددة وتخلل فصل بينها فصلها بي بسكوت خوي كركر بأن يكون فوق سكتة التنفس والعي لا نفس قارد نويو زمان جيرانه واندي بتربو تواوش راوستا أو كلام يان قسيان كرد منه زلامك كردي أو منها يانجنك كردي وإن قلق سكا كم يجبن أو حسي بس تراقي دكوي أو زا قصا هم قصا وش يقدي قصا كا هل قصا شي بكا راس بس هذا كوي يعني قصا كا قصا شي خارجي بو فصل يعني علاقاتي دقا تراقي هبي فرقي هيا قصا خارجي دقا قصا علاقاتي دقا تراقي هبي فرقي هيا فرقي نيا وهل يفرق هنا بين الأجنبي وغيره كالبيعي لبيعي أقا كابرا قوتي بيعتو
أوش قلتي اشتريته أجا كلامك أزلمي بكت أو مع بيني أو بيع شراكة بتارة أجا كلامك أزلمي نبي بري بيعته أوش بري بوشرتي عيبو ما يبي نبي ها يعني لد بعد ما كنت في تري أو زا اشتريته أو قيدناك أو علاقاتي هي بيع أجر كلمات فصلك على كلمات كان أزنبي نبي قيدناك أجا أزنبي بزرري هي ليه رانش نبي وبي يعني ونبي وهل يفرق هنا بين الأزنبي وغيره كالبيع أو لا يامرم ليرا هرسي حبي هرسي حبي قيدناك هر فصل شي حبي لأن ما هنا أليقو إيران زيقتي زياد هي بدليل ما تقرر في سكوتي لسكوتي أخو كربكا برش أخو كربكا أو تراقي سبس يدكوي بران إيه بيع الشراي ونيا فإنه لا يعتبر ثم بما يعتبر به هنا أو إلى بيع إيه ليران النية بيع السهل ترى بل بالعرف من ذلك إيمان داري بعرفة بعرفة قبرين برين أو سكوتة وكلامك أزنبية سكوتك برم عرفة ليرنا أما ليرنا حقوت مان لا سكتي تنفس وعيز يا تربي أو بكلقنا الرأس تلاقي سيبس هذا كبير بس لو يندر السكوتك بالعرفة برين والله بخوي كل كردو يشكي نكرت يندر السكوتك يبتر ليرانا بيع أو ذا فرق هبيان نبي شهانا والفرق أو ذهو فرق أو ذا ترى السكوت إيرا كم يشبي كم يجبي تنسي بسيدة كوي كلامكش أزنبيبي وأزنبي نبي هر سيدة كوي نو لأن ما هنا فيه رفع للسريع سنشي ليرغوتي تأنتي طالق بس صراحة جنخوي تراغ دايا زاري شدي دريت وانتي طالق زاري شدي لانتي طالق سيزاري وغوتي بس صريحة أوا سيبسيدة كوي سيبسيدة كوي إلا قبر تأكيد أغنى سيبسيدة كوي أتو بسي رفع أو سريحة بكي نابي ما دام فصل كتم بيني أخوي كركرد سبس يدكبي فأعطيت له أكثر ثم رأيت ما يأتي في اتصال الاستثناء لمودوا كابر أدري أنت طالق ثلاثا إلا واحدة استثناء وفيه التفصيل بين الأزنبي وغيره لو أندري بحسي فصل أزنبي وغير أزنبي دكين مع قولهم إنما هنا أبلغوا منه في البيع إيرانا بقوة لبيع إيرانا خطرة هل برشي راوستي برشي سكوت بك كلامك لبيني هبي نبي تتأكيد وتراقي سبس هذا كبير أو زاد مدينة غوتمان غوتمان كلام منه أو منها كلامك إيه كابراي بي يعني إيش نكاي بي إيه باش فيا وكدر أنتي طالق أقولش نك قصيج بكات سيا ثم قولهم أو منها مشكل أو منها يكاتش تشي إشكالة لو فإنها قد تتكلم بكلمة زمن سكوته بقدر سكتة التنفس والعي سكتي تنفس وعي خزلرينيا كابرا نفس هذا خواته وزلامك قلتي أنتي طالق ونفسك خوار دوا لو بينيش ننقصتش كد هو زرر النية سكوتي تنفس زرر النية إذا جنك قلو خوكسة شبكا أنك خوشن تراقي نخوار ديا والذي يتزي حينئذ أن هذا لا يضر لكن من ويا وزرر النية زرر النية وأن المدار إنما هو على سكوته أو كلامه لا غيره أزبين وسمتنا كي قلتي أنت طالق فصل شكت مع بيني فصل فثلاث يقعنا سبس يتراقي دكري وإن قصد التأكيد بابر دقى التأكيد يشمد كود بفصل هبي ودقى التأكيد يدابي لبعده مع الفصل ولأنه معه خلاف الظاهري دقى فصل تأكيد شتش خلاف الظاهري تأكيد لدو يجديد بي ومن ثم قد يقر لدري خو ديزاني بينه وبين الله دقى التأكيد يدابي باما لا بشري أم لتقبورناكم دجنا هنجي درن كيف خوت أقول بخول أدري خود الزاني اللي تأكيد بقول تيا فصل شهبي قلنا حكار نابي بس أما ناتو أنين برين والله تراخذنا كتيا أما درين دي برين كتيا نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخباري بردق خبر يمدابوا ودق تأكيد يمدابوا دق تراقتنا من الدانبوا في معلق بشيء واحد تعليقي كد بيكشتي كرره سنزار قوتي أنت طالق إن دخلت الدارة أنت طالق إن دخلت الدارة وين طال الفصل باب أصل شهبي بس ينورز يتراخذ بكوي سوي ديسان وي قوتوا دوز وي ديسان هاي ول قوتوا لدوالي أمبرسي قوتي خواه من دقا سيد تراقم دانا بو هذا قصيد دوني وبيرم دابو أو قصيد جرموه مقصد امتراقش نوي نبو قصيد جرموه دقا إيدوني وبيرم دابو
لقبول ذكره، بل لو أطلق هنا لرقب مطلق بري فصل هبي نري مقصد تأكيد بوا نشري مقصد في استئناب بوا لا حنث لا حنث أيلا دي سنة توان بارنابي بمطلق جبي بخلاف ما إذا قصد الاستئناب بس أجا مقصد في استئناب سبس تراقيد كبير أو أجا فصل هبي ها وإلا يتخلى الفصل كذلك قلت طالق 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 أو بكوي 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 فإن قصد تأكيدا للأولى أقا مقصدي في تأكيد بي تأكيدك براستي بي ها أي قبل فراغي ها هشتان لأنت طالقني لخو نبوا لدري دابو تأكيد يبكى أو ها نقلد بأبري والله أنت طالق وطلاقك كذا أو زهنج با تأكيد يبكى أو بكالك ناعي أخذا مما يأتي في الاستثناء ونعبه ليستثناء شهرويا وجدري أنت طالقون ثلاثا إلا واحدة دبي الأول را لدري دابك إلا واحدة دري استثناء بالأخيرتين أو متعلقة بتأكيدني فإن قصد تأكيدا بالأخيرتين أقا مقصدي تأكيد بيد أو دوي أولي أنت طالق أنت طالق تأكيدي أنت طالقوني أولي بي أقر أوهابي فواحدة يكتر عقيدك ويلو لأن التأكيد معهود لغة وشرعا فإن قلت أقرأت بريم بتأكيد الرازيني ما برسي بس تراقيد كوي الجملة الثانية جملة دوامين كذا كأنت طالق أو خبرية يعني إنشائية أقا خبري بي أو أولي إنشائية أنت طالق دريوتم تراقدا وإنشائية جملة دوام أنت طالق دوام خبر يعني إنشائية أتبري خبرها أقبري خبرها لازم انتفاء التأكيد ونابت التأكيد شنش الجملة كم إنشاها كو خبر دبت التأكيد إنشاها لأن شرطه اتحاد جنسهما والخبرية ضد الإنشائية وش بكرنا هذا أو إنشائية هذه قبري والله مقصدهم خبر نبو مقصدهم في إنشابه للجملة كم إنشاها تراقي كد يانكد للجملة كم كد يانكد هذه الجملة دوما مش هروة شي ويدقى إنشاي دابي دي ثانية شركته ومعنى دوي هذا كوي دوي هذا كوي قلت جواب دا ما يختار الأول قصي أول اختيار دا كم درم خبرة إنشانية ويمنع لزوم ما ذكر أو قصي كقوتت خبر نابت التأكيد إنشاية ممنوعة لو دبيتي باب بيتي لو لأن المراد باتحاد الجنس هنا اتحاده لفظا كدرن دبي تأكيد دقا مؤكد جنس يعني يكبي يعني لفظ يعني يكبي أو أنا هردوك أنت طالقا الزباوي أو الإنشاء بي أو يدوم خبر بي هردوك هر جنس يعني يكا أدي كلامك لتأكيد لفظي لفظي شاني يكا والجملتان هنا خبريتان لفظا هردوك لفظيان خبرا مبتدا خبرا فاتحد الجنس وصح قصد التأكيد بعضهم تأكيدك هي زعيبين يا وأن يختار الثاني لهم هي برم أويد وم إنشاء ويمنع وقوع طلقتين دوجناك أويد وم إنشاء تأكيد إنشاء أول يا لأن نية التأكيد بالثانية سنش أويد وم مقصد بتأكيدا سيرت معناها هو عين معنى الأولي معنى إنشاء دومين عين إنشاء كما فلا دلالة لها على إزاد غير الأولى أصلا أوي أول تي كردية أوي دومينش عيني أوي كردية أقبل تأكيد نيا ولا لازم أن لا تأكيد دبي تأكيد لدنيا نبي أتبري أنت طالق إنشايا لبزيانيكا معنى نيكا أوي دومينش لبزيكا معنى يكا ناجمت التأكيد أدي كان جين التأكيد تأكيد لشندري هي ورا بمبري أقبل هو تأكيد نبي فإن قلت أو زاري اعتراضش تكبقرا يلزم من التأكيد بالمعنى المذكور أتوقع تدأويد من عيني معنى أوي أول اللي داي توا تحصيل الحاصل تحصيل حاصل أوي أول تراقي يخص أوي دمين شهد أو تراقي بيخي أوي كتية أو كدبي أو كدبي قلت ممنوع در ممنوع تأكيد تحصيل حاصل نية لو لأن ملحظ التأكيد اللفظي التقوية يعني باش بكوي باش وبالضرورة أن المعنى إذا قصد ثانيا بذلك اللفظ ازداد قوة واعتناء به من اللفظ أدي كابد قم عاوكم دي قم عاوكم دي دو زارا ودري مقصود دوني دو برداغا عاو لسيك دي بداتي مقصود هر أويا معنى لبير مكو أوش أوها فإفادة الثانية هذا يمنع الزعم أن فيه تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل نية ثم رأيت التاج السبكية
لدوا تازي سبك مديد أزاب باختياري أنها إنشائية قلت أوي دو من جملة إنشائية ولا يلزم ما ذكر تحصيل حاصل شي تدانية فإنها إنشاء للتأكيد أوي أول إنشائية تراقية أوي دو من إنشائية تأكيدية إنشائية كان زدانا فشاركت الأولى في أصل الإنشاء أصل إنشانيك وافترقتا فيما أنشأتاه هل يكنو إنشائية شي تدانية أو هاي قوت يا إمام السبكي وما ذكرته أزودوا أولحوا وزاوي أمن قوت مزوان ترى سنش قسيوي وشي بري بري إنشاء تأكيدي كرديا معنى ذات الزياواز ده بديو تراقب كوي ومن ثم لم يتعت فيه النظر الذي قيل في كلام التازي لكلام التازي احترازي أنقلت يا بزلق سمن احترازي نات السري كما يعرف بتأمل ذلك كله بروين أو استئنافا أو زاري مقصدي استئناف بو أنت طالق مقصدي يكبو أنت طالق ده قدو يدابو أنت طالق ده قصة يدابو شو بخبر ده قرر مدابو أو سيكتو أو استئنافا فثلاث لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية وكذا إن أطلق في الأزهر عملا بظاهر اللفظ قوتي تصدقوتي مقصد سبودر هز مقصد من أبو هز مقصد نبي يسيد زاري وقوتي وتلاقي كتا وعزيب قول الزركشي هذا مشكل بقولهم لا بد من قصد لفظ التلاقي لمعناه هذا الإمام الزركشي فرمويتي خرج ده بقصد لفظ معنى تلاقي للفظ تلاقي بك أو إشكال ده قر إيران لو بس صلى الله على سيدنا محمد